السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اصدقاء غدا رمضان، دابا الفيديو هذا غادي نلوحو في رمضان ان شاء الله. بغيت نقول لكم مبروك عليكم هذا الشهر هذا الكريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، ويتقبل منا صيامنا ويتقبل منكم حتى انتم صيامكم اصدقاء، وان شاء الله تلقاو غير الخير ان شاء الله يا ربي. نفكروا الجاليه المغربيه اللي مقيمين في هاد الدول هادو الاصدقاء، في هذيك لابليكاسيون ديال سند ويف راه فيها دابا حاليا الصرف طالع مزيان. إلا بغيتو تصيفطوا ولو غير اورو واحد اولا باوند واحد اولا دولار واحد على حساب حتى الدوله اللي فيها والعمله اللي فيها. إلا استعملتوا هذا الكود ديال باريك راه غادي يزيدوكم 10 اورو اولا 10 دولار اولا 10 باوند كيف قلت لكم على حساب الدوله اللي انت فيها. الصرف دابا طالع حاليا اصدقاء، الناس محتاجين في المغرب، لك تعرفوا شي واحد في سبيل الله صيفطوا اورو والابليكاسيون غادي تعطيكم 10 اورو زايده إلا استعملتوا هذا الكود ديال باريك. بعد اول شي واحد راه رمضان هذا جاي الاصدقاء، بغيتو تعرفوا على هاد لابليكاسيون بزاف المعلومات راه غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون، دخلوا ليه راه كنشرح اكثر في الفيديو. شداتنا الاصدقاء تبارك الله، واحد الشتاء ما بغاتش تصحى، الصباح راه شويه شمس شويه شتا شويه شمس شويه بجوج، مي تبارك الله الحمد لله. على كل حال هذا هو رابع رمضان الاصدقاء اللي غادي تصوم فيه لويس ان شاء الله، الله يقبل ليها صيامها ان شاء الله. تاهي صراحه ما بقاتش دابا خايفه، كانت شحال هذه كانت كتوجد ليه كتقول كي غادي ندير كي غادي نديرو داكشي، دابا صافي ولفات ولات عارفه بانها ساهل الحمد لله وبخير. واحد الحاجه باغي نقولها الاصدقاء، الناس اللي دوك النوع اللي كيصور الطبله ديالهم ديال الماكله وكيبدا يتباهى بهذاك الشيء وكيعمر داك الطبله عامر وتبدير داك الشيء، لا داعي لذاك الشيء الاصدقاء. لحقاش راه كاين واحد الناس الخوت راه وصل بهم حتى العظم وكشي شي دابا الازمه الاصدقاء، راه كاين اللي ما عندوش باش غادي يفطر كيخمم باش غادي يجيب لوليداته ولا داك الفطور اللي غادي اللي هما صايمين. مي تقوا الله الاصدقاء، بغيتوا تصوروا شي حاجه شي وصفه مثلا شي اكله وداك الشيء، هذيك الاكله فقط شرحوا الناس اللي باغين مثلا يستافدوا من ديك الاكله تما يطيبوها، ديك الساعه الواحد راه غادي يستافد من ديك الوصفه ديال ديك الاكله اللي عطيتيهم، ولكن لا داعي انك تصور كاع هذاك الاكلات اللي طيبت. تبارك الله، الله يزيدكم الله يعطيكم الخير، ولكن راعيوا الناس اللي مساكن تمام في حالهمش وربي اللي عالم بهم، يعني راعيوا لهم حتى هما مساكن والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه الاصدقاء. والحاجه الواعره الاصدقاء باش نقول لكم واحد البلان، وهي الام ديال لويز مالها حقه باغا نصوم. علاش؟ راه شفت بان رمضان راه مزيان حتى للمعده ومزيان بزاف الحوايج، مزيان يعني للصحه ديالنا، وهي الصراحه فعلا حتى المعده كترتاح من الماكله. قلت لها انت كي غادي دير لهاد الصيام هادي، وانا دابا حاليا كنت سائل كي غادي دير لهاد الصيام هذا، واش غادا ما تاكلش وغادا تمشي تشرب، اولا ما تاكلش اولا تمشي تكمي هذاك واحد ديك الكارو الكتريك عندها هي الله يعفو عليها الاصدقاء. ما عرفتش كي غادي دير لهاد الصيام هذا ديالها الخوت، هي قالت لك باغا تصوم ومجدة لي من شحال هادي، وانا يلاه عرفتها اقسم بالله العظيم انا يلاه عرفتها دابا حاليا، قال لنا انها راه باغا تصوم وغادا وماشي غير نهار ولا جوج، باغا تصوم الشهر كامل. قالت لك حقه حيت انها قرات بانه مفيد للصحه، ونعم بالله الاصدقاء، يعني هذا هو الدين ديالنا الخوت. ايوا ولا بغات تصوم الاصدقاء الله يسهل عليها، تاهي مسكينه تعرف بالقيمه ديال هاد الاسلام ديالنا شحال زوين، بان بحكم انها قرات على هاد الشيء بان راه مزيان للصحه، وراه فعلا هاد الشيء انا عرفت شحال هادي كان ان مزيان للصحه، من غير باننا كنتقربوا لله سبحانه وتعالى، ومن غير اننا حتى الذنوب ديالنا كيبداو يتنقصوا، ومن غير باننا كنحسوا بالفقير حتى هو مسكين، هذاك اللي مسكين ما كيلقاش باش ياكل. اهم حاجه حتى هي كاينه فيه وهي مفيده للصحه، يعني من غير هذوك الحوايج اللي مهمين بزاف كاينه حتى هذه هي مهمه بالنسبه لنا حنايا كذات ديالنا مزيانه ليها، يعني حتى الذات ديالنا الاصدقاء وكترتاح. وصلات شي حاجه في البريد الاصدقاء، انا راه باقي الصباح غير الله درنا هذاك الكوش الاول الاصدقاء فيه الكولا باش ما ترجعش ديك الغموليه ولا شي حاجه، انا عاد غادي تصبغ هنا بواحد كولور اخر ان شاء الله. المهم ما عرفتش شنو في هذه البرا، هاد البرا الاصدقاء عرفت شنو فيها، اكيد عرفت شنو فيها، لحقاش مكتوبه فيها الهوم اوفيس بانها راه المكتب ديال دائره الهجره الاصدقاء، وهو الباسبور ديال ليلى هذا كيبان ليا، عرفتوا الاصدقاء الباسبور ديال ليلى هذا. المهم دفعناه تقريبا شي 10 ايام بحال هكا، كندير كلشي اونلاين الاصدقاء، دفعناه وتقريبا 10 ايام دابا وصلنا حتى للدار. المهم دابا يمكن لنا نجيو للمغرب ان شاء الله، نتسناو غير هذوك الجلبات ديالها تكملهم، ماشي كاملين غير دوك الاولين، يلا دارت الاولى بقى لها واحد الثانيه ومن بعد نجيو للمغرب ان شاء الله. دابا الاصدقاء يمكن لنا نجيو للمغرب ان شاء الله، لحقاش حتى العائله ديالي باغين يشوفوا ليلى، واخا بالحق العائله جايين عندي هنايا الاصدقاء كيف عارفين، جايين عندي هنايا ان شاء الله مورا رمضان
هذا غادي يجيو باش من المشكلهم، مش راكم عارفين رمضان خصهم يبقاو مدوزين تما باش يحسوا بالاجواء اكثر. هنا راه باقي الاجواء لوالد رمضان الاصدقاء، راكم عارفين غير غادي يسالي رمضان ان شاء الله غادي يجيو عندي، ولكن العائله الكامله الاخرى باش غادي يشوفوا بنتي. ديك الساعه راه غادي نمشيو للمغرب، الحمد لله هو وصل ديالها الباسبور المغربي، باقي ما درتوش ليها، تنهبط لندن ان شاء الله، عاد غادي نقاد لها باسبور مغربي. كيخرج تقريبا في 4 ايام، كتصايب شي اميره وكتمشي تجدد الثانه ديالي، خرجهم ليا في 4 ايام الاصدقاء وصلوني للدار. جينا الاصدقاء عند جدود لويز وخرجنا معنا جداها، كنا نجيبوها معنا حتى هي الاصدقاء، خلينا راجلها هو جد لويز راكم عارفين، خليناها في الدار داخل مريض مسكين كشاش ما نقدرش نخرجو. كنا مشينا تقدينا وقلنا نمشيو نطرقوهم ونخرجوهم معنا. هاي مسكين راكم عارفين ما عندهم ما يدار، ساكن ما كيقدروا يديروا والو، دابا كشي شي ثلج هما مساعفش عارفين الخوش. وقلنا لا يلا نخرجوك صافي، غادي نمشي نيت غادي نمشي نتقدى في واحد البلاصه، حنا غادي نمشيو لهاد، حنا غادي نمشي نشوف شي صباغه انا نجيبها نشريها ان شاء الله، ان شاء الله الدار غادي نبدا نصبغ على قبل العائله جايينا الخوت، شنو حيد عليا المسائل اي مسكين. الا ما درناش هكا الاصدقاء راه ما كاينش اللي يدير هذا الشيء، راه الاولاد ما كيديروش معاهم هذا الشيء الاصدقاء، مي في سبيل الله الخوت وتما بحال والدينا الخوت، ما نكذبش عليكم والله. وهذا مكان كما تدين وتدان، كيف ندير معاهم مزيان غيجيب لنا ربي اللي يدين معاهم مزيان حتى حنايا ان شاء الله يا ربي. نشوف نشوف نفكروا الجاليه المغربيه اللي مقيمين في هاد الدول هادو الاصدقاء، فهاديك لابليكاسيون ديال سند ويف راه فيها دابا حاليا الصرف طالع مزيان. الا بغيتو تصيفطوا ولو غير اورو واحد اولا باوند واحد اولا دولار واحد على حسب حتى الدوله اللي فيها والعمله اللي فيها، الا استعملتوا هاد الكود ديال بريك راه غادي يزيدوكم 10 اورو اولا 10 دولار اولا 10 باوند كيف قلت لكم على حسب الدوله اللي انت فيها. الصرف دابا طالع حاليا الاصدقاء، الناس محتاجين في المغرب، لك تعرفوا شي واحد في سبيل الله صيفطوا اورو، والابليكاسيون غادي تعطيكم 10 اورو زايده الا استعملتوا هاد الكود ديال بريك. بعدا هو شي واحد راه رمضان هذا جاي الاصدقاء، بغيتو تعرفوا على هاد الابليكاسيون بزاف المعلومات راه غتلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون، دخلوا ليه راه كنشرح اكثر في الفيديو.